السلام عليكم ورحمة الله. فبعد كده وصلنا المنتج للمكان، لو المكان كان فيزيكال ولا ديجيتال. فكيف بنوصل الكاستمرز للمكان؟ ففي كمية مودلز عن الباينج جيرني والباينج سايكل وحاجات زي ده، وأوف كورس في تغييرات على حسب انت بتبيع لشركات ولا لأفراد. لكن واحد من المودلز اللي تعجبني شديد هي المكنزي باينج جيرني، فهنركز عليها لكن ممكن تشوفوا وحدات مختلفة براكم. فالباينج جيرني بتبدأ بالأوانس، المعرفة. ففي الأول لازم تكون عندك معرفة إنه المنتج ده actually exists. فمثلاً نحن لو بنتكلم عن digital advertising من سودان ديجيتال، في احتمال كبير إنه أنتوا الشركة حقك ما فاهمين إنه في حاجة اسمها digital advertising، ولا فاهمين إنه digital advertising is actually حاجة في الفيسبوك. Well, of course it's not at all في الفيسبوك ولا السوشيال ميديا. فبعد ما تكون عندك المعرفة بتمشي للمرحلة الثانية اللي هي consideration. consideration بتخليك تقول خلاص، طيب انا عارف انه في حاجة اسمها digital marketing، هل digital marketing ده بتفيدني في شركتي ولا لا؟ بعد ما خلاص اقتنعت انه هتفيدك في الشركة بتبدأ evaluation، عشان في سودان digital وفي كمية شركات زي سودان digital. حقيقة سودان digital ما بتشتغل مع اي شركات في السودان، الزبون حقنا كلهم برا السودان، لكن المهم في كمية شركات زينا في العالم. فبتبدأ عين للإيجابيات والسلبيات حق كل الخيارات اللي قدامك. بعد ما اخترتها ده الديسيجن، ده القرار، قررت انه خلاص انا همشي مع سودان ديجيتال. والأسباب بتكون يعني عرفتها من الفاليويشن والكنسيدريشن. بعدين بتبدأ تشتري. يلا نهاية الباين جيرني إذا حاجة اسمها اللويالتي لوب ولا الادفوكاسي لوب، وده really يعني أنا بركز عليها شديد بالذات في السودان. شفت الباينج لوب ده، الادفوكاسي لوب. أنا لو سألت أي زول في الماركتينج في السودان يعني أفضل فورم اوف ماركتينج شنو في السودان، هيقوم يقولوا لي probably word of mouth marketing. now في كل الشركات اللي بدخلها في السودان لما أشوف الماركتينج بلانز حقهم وهم محاولين يخلقوا الword of mouth، كيف الطريق ذاته يعني mostly غلط، عشان الشركات بتخيلوا انه ممكن تخلق word of mouth براها. And you can't. It's not possible. الزبون لو ما مبسوط بك ما حيشكرك. It's as simple as that. Advocacy or loyalty بتجي من المنتج والسيرفيس. And this is why the advocacy loop is so important. انت في الاول بتبدأ تركز على الكواليتي حقك، بعدين بتجي الادفوكاسي، وبعدين بتجي اللويالتي، وonly مع اللويالتي والادفوكاسي بتجي word of mouth. ما ممكن تخلق word of mouth براها. Does that make sense? Inshallah, that makes sense. So, اوريك يعني مثلا في الديجيتال في معروض بنعملها كيف. اي حاجة الزول بيشتريها بنوصلها له. Now, الزول لما يستلم المنتج حقه within 24 ساعة عندنا ال NPS question. NPS ده كورس براحة وإن شاء الله في المستقبل هتفهمه، لكن basically means Net Promoter Score. Net Promoter Score ده بتفهمنا ال advocates حقنا منه، ال detractors منه، الناس اللي ما مبسوطين بينا، والناس اللي في النص. الحمد لله لحد الآن ما في زول ما مبسوط بينا، لكن في ناس في النص ما advocates. فدائما بنعمل شنو؟ لما تجي التقييم من الـ NPS survey، واحد من الـ customer service team بيقوم بيضرب للـ customer. لو اداني يعني رقم في الوسط كده بيضرب للـ customer يشوف المشكلة كان شنو، ولا ما مبسوط بها حاجة، ولا لو في أي مشكلة يفهم المشكلة أصلا شنو. فمرة مرة يعني بتحصل إنه الزبون بيقوم يقول إنه المنتج ما زي ما أنا تخيلته. فبعد كده المسؤولية بقت فينا نحن الشركة، عشان نحن اللي بعنا المنتج، فنحن بنستلم المسؤولية وبنقول للزبون معلش عندك خيار من خيارين. أول خيار ممكن تختار أي حاجة تانية في الويب سايت حق معروض.com وبنبدل عليك مجانا. والخيار الثاني إنه نحن ممكن نجي نستلم منك المنتج ونديك ريفند 100%،
يعني ما هتكلفك اي حاجه، ان احنا هنجي نستلم الحاجه وهنرجع لك فلوسك زي ما هي. وزايد كده يعني على حسب المنتج كان شنو بنقوم نديه فاوتشر على ديسكاونت المره الجايه لما يشتري. التاثير في الحاجه دي تاثير كبير جدا بالذات في السودان. 100% من الناس اللي عملنا الموضوع ده فيه وعملنا الادفوكسي فوكس فيه اشتروا تاني من معروض.com في اقل من اسبوعين، و95% منهم اشتروا اكثر من 3 مرات في 6 اسابيع بعد ما حصلت لهم المشكله. كده نحن اخذنا المسؤوليه حق المشكله وبقينا زول ما مبسوط بينا، ما بس انه مبسوط بينا بقى لويال ادفوكات. فبنلقى الناس ديل بيقوموا بيشكرون في الفيسبوك وبيشكرون في البلاي ستور والاب ستور بيشكرون. فما دام هم بيشكرونا في الديجيتال اكيد بيشكرونا في الشارع. In fact most of الزبون اللي بيجونا بيجينا عشان word of mouth. فنحن really بنركز على الحاجة دي والديجيتال بتساعد عشان بتديك كمية من الداتا عشان تقدر تركز. فخلاص نحن عملنا الدعايات حقنا في الأوانس وعملنا كل الـ considerations اللي عايزين نعملها ووصلنا الزبون إلى البلايس إلى المكان. Now زي ما قلت المكان ده ممكن يكون physical دكان مثلا ولا ممكن يكون ديجيتال. في إيجابيات وفي سلبيات في الاثنين. في الفيزيكال الإيجابيات الأهم advantage في الفيزيكال ستور is إنه في زول قاعد في ستور. يعني الزول اللي بيبيع القاعد في الدكان بيقدر يقابل الزبون ويشرح له المنتج. أنا أغرب حاجة بلاحظها في السودان إنه السيرفيس ما بنفس المستوى بتاع باقي العالم ولا قريب له. والسيرفيس ده ما حاجة بتكلف، حاجة مجانا. This is about attitude بس. يعني أديك example، التلفون اللي قاعد أسجل فيها الفويس أوفر ده اشتريتها قبل 6-7 شهور ودخلت الدكان وريلي يعني أنا لما سألت واستفسرت عن التلفونات كان متعب عشان أنا أقدر أفهم التلفون اللي عايز اشتريه. وريلي الناس معنا كانوا بيساعدوني نهائي. مشيت دبي قبل كم شهر، أنا بس دخلت الدكان بتاع التلفونات ولا يمكن كنت عايز اشتري، بس دخلت الدكان وأنا خطوتين في دخلتي الناس فوقي السلام عليكم ممكن أساعدك كيف، أها أنت رايك شنو في ده ورايك شنو في ده، ويفسروا بالديتيلز كل حاجة، يفسروا everything. يعني level of service كان حاجة عالي جدا. وهي زعلتني ليه؟ زعلتني عشان الحاجة اللي حصلت في دبي ده مجانا مجانا، ما دام الزول قاعد في الدكان ممكن يعمل نفس الحاجة. فللأسف هنا نحن ما بنستفيد من الفايدة بتاع الفيزيكال ستور. يمكن برا السودان الناس مستفيدين بالفايدة حق الفيزيكال ستور عشان الديجيتال بدت تاكل من الزبون، فهمت؟ لكن هنا في السودان الديجيتال يا دوب يمكن بعد سنة أو سنة ونص لما المعروض تكبر وناس ما شاء الله عليهم ناس يلا نطلب وعامر وديل كلهم يكبروا يمكن ناس الدكاكين يبدأ يفهموا إنه actually إن إحنا لازم نكون عندنا USP، لازم نكون يعني مختلفين بالديجيتال ولازم نختلف بالسيرفيس حقنا. لكن الآن ما وصلنا للدرجة دي. المشكلة الأكبر في الديجيتال إنه يعني الديسادفانتج حق الديجيتال إنك عندك منتج لكن الزبون ما بيقدر يمسكه في يده. ده بنقول لها الperceptual reality gap اللي هي الفرق بين الزول الحاجة الزول بيشوفها في الشاشة حقه والحاجة اللي هو بيستلمها لما تصله. ده أهم حاجة بنركز فيها في الديجيتال إنه كيف نصغر الجاب ده. وبنصغرها بكم طريقة، يعني التصوير، الفيديوز، التستيمونيالز وكده. لكن في النهاية الزبون ده هياخد شوية ريسك مش عشان هيشتري حاجة ما شافه بعيونه ما مسكه في يده. وده أكبر مشكلة في الديجيتال. لكن الإيجابيات يعني أعوي المشاكل بكتير في الديجيتال. مثلا في الفيزيكال ستور في الدكان لو بتقدر يعني في الحيطة حقك تخد 80 منتج، انت لو عايز تخد 100 حتكون خلاص ما عندك حتة اللي تأجر دكان تاني. في الديجيتال ما كده،
لو عايز تاخد 1000 منتج ممكن تاخدهم، ما بتأثر. والحاجة الثانية انه يعني يبقى المقدرة انك تشرح كل الديتيلز في الديجيتال، يعني انت ممكن تاخد كل الديتيلز على كل حاجة، ممكن تقول القصة بالذات في معروض دوت كوم عشان كل منتج فيها قصة بتاع زول الصناعة، بنحاول ناخد القصة ده حقه معاها. فالبلايس فيها إيجابيات وفيها سلبيات لو كان ديجيتال ولا لو كان فيزيكال، لكن نحنا ما عايزين نركز بس في البلايس، نحنا لازم نركز في كيف الديجيتال ممكن تخلق إيجابيات في المنتج ذاته عشان تصل على البلايس، وفي الزبون ذاته عشان يصل على البلايس، عشان يصل المكان وعشان المنتج يصل المكان. فإن شاء الله استفدتوا شوية من الموضوع ده. نحنا طبعا يعني الترينينج بتكون زي 8 ساعات، فالموضوع ده حاجة كبير جدا والتنفيذ حقه أصعب من العلم ذاته، فنحنا دائما بناخد وقت أكتر وقت في التنفيذ. فإن شاء الله لو عندكم أي استفسارات ولا أسئلة تسألوا طوالي، وجزاكم الله ألف خير.